بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء. اليوم إن شاء الله نشوفوا تمرين حول التحريضات البسيطة. إذا عندنا نقرأ نص التمرين، إذا قال لك أوجد قيم P المسموح بها، علما أن الإجهاد المسموح به في الفولاذ المستعمل هنا هو طالنا سيجما بار تساوي 1000 كيلوغرام على سنتيمتر مربع، وعطانا أيضا A هي المساحة معناتها S تساوي 4 سنتيمتر مربع. إذا نهمل الوزن الذاتي للقطع ولا القطع. إذا عندي هنا عندي ثلاث قطع، إذا القطعة الأولى الثانية والثالثة. إذا هنا أعطاني هنايا 1.5 أ، معناتها 4 في 1.5، وهنا هذه المساحة تاعها هي أ معناتها هي 4، وعطاني هنا إذا هنايا هذه القطعة معناتها 2 أ معناتها 4 في 2 معناتها 8 سنتيمتر مربع، وعطاني هنا مسند ثلاثي. اذا نبداو على بركه. اذا اول حاجه راح نطبق شرط المقاومه اللي هو شواله اللي هو سيجما اصغر او يساوي سيجما بار، وعلى بالنا باللي سيجما شو تساوي، اذا تساوي ان على اس اصغر او يساوي سيجما بار. اذا المجهود تاعنا هو حساب الان، حساب ان وكيفية الحساب الآن راح نديرو طريقة القطع. إذا نبدأ بالقطع واحد واحد. إذا تلاحظوا هنايا، إذا نعود نبدأ القطع واحد واحد. إذا نرسمه هنايا الشكل تاعي، أيوا عندي حمولة هنا اتنين بي. الآن الجزء اللي نحيناه هذا راح نعوضها بقوة داخلية نسميها ان واحد، نسميها قوة داخلية نسميها ان واحد، صح. اذا ونطبقوا معادلة توازن مجموع اف ايكلاب تساوي الصفر. اذا يستلزم، اذا شنو عندي هنا، اذا عندي كقوة، اذا عندي زائد ان واحد، راه تشوف اتجاه الموجة، اذا عندي ان واحد ناقص 2 بي تساوي الصفر. اذا عندي غير هذو قوتين برك، صح. اذا عندي ان واحد تساوي 2 بي. الان نعود نولي للقانون الاول تاعي هذا، ونعوض ندير فيه اذا نعوضو ان ب 2 بي. اذا تولي لي 2 بي على نسميها ا، معليش، اصغر او يساوي سيجما بار. اذا في هذه الحاله ا شحال نديها؟ اذا عندي هنايا 1.5 ا معناتها 6، نعم، لان 4 في 1 تعطيني 6. اذا تولي لي 2 بي على 6 أصغر أو يساوي 1000، صح. إذا يستلزم، إذا بي تولي أصغر أو يساوي، إذا 6 تعطيني 3، 3 في 1000 تعطيني 3000 كيلوغرام، إذا كيلوغرام، صح. إذا هذه بي واحد، هذه القيمة الأولى تاع بي. الآن نروح القطعة، هذا نسمو القطعة واحد واحد. إذا نروح الآن قطعة اثنين، إذا الآن غادي نستحفظ بهذا الجزء ونهمل الجزء الفوقاني. إذا اللي عندي كيما هكا، تقريبا عندي هنا 2 بي، هاتولي لي بي، هذه بي، وهنا ان اثنين، قوى محورية، صح. اذا تولي هنايا، اذا الصوم دي اف ايكغاك ايكغال صفر ايكغال زيرو. اذا يستلزم، اذا تولي ان اثنين زائد بي ناقص 2 بي تساوي الصفر، صح. اذا ان اثنين مباشرة تساوي بي. إذا نعاود دايما نعاود نرجع للقانون الأول. إذا الآن نعوضها ببي، إذا تولي لي بي على الآن المساحة اللي قلنا هي في هذه الحالة ندو معناتها في القطعة الثانية، إذا ندو المساحة الثانية تاع المقطع الثاني. إذا تولي لي معناتها تولي لي 4، إذا 4 صار يساوي سيجما بار. إذا بي تساوي أصغر يساوي 4 في 1000 تعطيني 4000 كيلوغرام، صح. اذا هذه القيمه الثانيه تاع بي. الان روح
القطع الثالث الأخير، القطع 3 و3، أي دائما نفس الشيء. إذا نهمل صح، أيوا. إذا هنا تنين بي، هنا عندي بي، هنا عندي تريد تحت هنا 3 بي. إذا هنا ندير أن 3. هنا في الحالة قادر نهمل الجزء السفلي ونستحفظ بالجزء العلوي، بصح حنا لازم نحسب رد الفعل، لازم نحسب رد الفعل في المسند صح. إذا كلتا طريقتين صحيح. إذا الآن تولي لاسون دي فورس بارابور إيكغيك إذا إيكالا زيرو، إذا يستلزم إذا عندي أن 3 ناقص 3 بي زائد بي ناقص 2 بي، أوكي تساوي الصفر. إذا أن 3 تساوي ناقص 3 ناقص 2 ناقص 5 زائد ما تعطيني ناقص 4، إذا القيمة تولي 4 بي صح. أيوا إذا الآن نعاود دايما نعاود نرجع لشرط المقاومة، إذا نعوضو أن بربعة بي، نعوضو أن بربعة بي، إذا تولي لي ربعة بي على في هذه الحالة أس، إذا نعوضو على 2 أ هكا أصغر يساوي سيجما بار، إذا تولي لي بي، إذا 2 أ معناتها تولي 8، معناتها تولي لي بي سور 2 صغير يساوي 1000 صح. إذا يستلزم إذا بي 3 نسموها ولا تساوي 2000 كيلوغرام صح. اذا هذه الاجابه السؤال الاول اللي هي حساب قيم بي المسموح بها في كل حاله، وشكرا.